بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب، وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو الدرس الثاني من تكنولوجيا الصف العاشر. وفي هذا الدرس سنقوم بشرح درس الأرشفة المحوسبة، ونذكركم أنه تم شرح الدرس الأول وستجدونه في القناة، وسأترك لكم رابطه في صندوق الوصف. فيسعدنا أن تنضموا لعائلتنا في هذه القناة، ونرجو منكم الدعم حتى نستمر في شرح هذه المواضيع. قبل أن نبدأ بشرح جزئيات هذا الدرس، دائما أحب أن ألخص جميع المصطلحات العلمية الخاصة بالدرس، وهذه المصطلحات الخاصة بالدرس الأرشفة المحوسبة هي كالتالي. ولنبدأ في الأرشيف. الأرشيف هو عبارة عن مجموعة من المعلومات والبيانات ذات الأهمية، تحفظ إما بشكل ورقي أو بشكل إلكتروني أو ما بالطريقتين. وهذه الجزئية قد تأتي إليك بسؤال آخر، كيف تحفظ المعلومات؟ فتحفظ إما بشكل ورقي أو إلكتروني أو معا، ولكل منهما مزاياه سنتعرف عليها بعد قليل. الأرشفة التقليدية وهي الورق، وهي أحد أنواع الأرشفة، وتعتمد على استخدام المستندات والملفات الورقية، وهي من اسمها ورقية، فبالتالي طريقة الحفظ ووسيلة الحفظ هي الملفات الورقية التي يتم تخزين البيانات. لها مميزات ولها عيوب سنتعرف عليها عندما نقارن بينها وبين الأرشفة الإلكترونية. الأرشفة المحوسبة وهي أحد أنواع الأرشفة، ومن اسمها الأرشفة المحوسبة، فهي تعتمد على استخدام برامج حاسوبية خاصة فيها، وهذه البرامج تتيح عملية التخزين وتنظيم المعلومات. ومن ثم يوجد مصطلح اسمه PDF. PDF وهو نسق عالمي للملفات، يحفظ على نمط الأحرف والتنسيق والألوان والخطوط كما هي في المستند الأصلي، بمعنى وكأنك تأخذ صورة للمستند الأصلي لا يمكن التعديل عليها، وهي من أفضل أنواع الملفات ويفضلها الكثير لصعوبة التعديل عليها. وسائل حفظ المعلومات. وسائل حفظ المعلومات هي المصادر التي تدون فيها عليها المعلومات بغرض حفظها واسترجاعها وقت الحاجة، مثل أقراص، مثل CD، مثل فلاشات، سنتعرف عليها بعد قليل. الوسائط الورقية أو التقليدية وهي الأوعية التي تحمل معلومات مطبوعة أو مكتوبة على الورق. طبعا هناك لا يوجد جهاز لقراءتها، لماذا؟ لأنها بالطريقة التقليدية، وأول من ظهر الورق واخترع الورق هم الصينيون. الوسائط غير الورقية أو غير التقليدية هي الأوعية التي تستخدم لحفظ المعلومات، وهذه الأوعية هي يتم استرجاعها بواسطة أجهزة خاصة، بخلاف الورقية التي لا يمكن استرجاعها عن طريق الأجهزة. الوسائط الإلكترونية عملية تسجيل وعرض المعلومات بمختلف الطرق حسب نوع المعلومات. الوسائط المحوسبة عملية تسجيل المعلومات مع إجراء التعديل والعمل على إخراجها بشكل صورة أفضل. هناك جداول إلكترونية مسطحة وعلائقية سنتعرف عليهما، وهي جداول لا يمكن لا ترتبط على ترتبط علاقات، يعني هذه الجداول لا يوجد بينهما علاقات، بينما العلائقية يوجد بينهما علاقات، ولذا فهي تكون أكثر تنظيما في العمل. القواعد البيانات نوعان، إما مسطحة أو علائقية. المسطحة جدول واحد، بينما العلائقية أكثر من جدول. المسطحة يوجد في هذا الجدول جميع المعلومات، لكن هنا ليس جميع الملفات، لكن العلاقات فيما بينهما تستطيع أن تجمع هذه المعلومات. من أمثلة على المسطحة الإكسل، بينما من العلائقية الأكسس. آخر جزئية في المصطلح تكامل المعلومات، وهي عبارة تبادل المعلومات بشكل محوسب. هذا الشكل المحوسب يكون له مفارس بين المعنيين من أجل عملية تخزين المعلومات. طبعا لماذا أخزن المعلومات؟ من أجل عملية معالجتها، نشر على الإنترنت بطريقة معينة، عملية الحصول واستخراجها، كل هذه الأشياء سنتعرف عليها بعد قليل. أفكر سؤال أفكر، كيف انتقلت الوثائق من العهد العثماني 1922 إلى الانتداب البريطاني إلى الحكم الأردني ثم الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم لدولة فلسطين عن طريق الوسائط الورقية، ثم تطورت واستخدمت الوسائل المحاسبة. جميع الوسائل الورقية تم أخذ عنها صور كوبي من أجل حفظها بطريقة المحاسبة. قديما اعتمد الإنسان على ذاكرته في حفظ المعلومات، لكنه مع تطوره ابتكر أدوات للكتابة،
بدأ الإنسان بحفظ معلوماته. قديما كان بالنحت على الأحجار، على الأخشاب، على العظام، على عسف النخل، ثم من ثم انتقل إلى الكتابة بعد اكتشاف الورق من قبل الصينيين. وكان الإنسان لماذا يلجأ إلى وسائل أخرى غير ذاكرته لحفظ المعلومات؟ بسبب أن قدرة الذاكرة للإنسان محدودة، كمية الاحتفاظ بالمعلومات. اثنان من خصائص العقل البشري النسيان. ثلاثة المعلومات تفقد بفقدان صاحبها، لو مات صاحب هذه ولم يعطيها لأي شخص فإن هذه المعلومات تفقد. المعلومات المخزنة في الذاكرة لا قدرة محددة على الانتقال من شخص لآخر، بمعنى لو تكلم هذا الشخص فإنك ستعرف ما يخزنه من المعلومات، غير ذلك لا. فبالتالي بخلاف الباقي المعلومات التي تستطيع أن تستفيد منها عن طريق كثير من وسائل نقل المعلومات. أبو النديم هذا أديب وكاتب سيرة ومصنف وجامع فهارس، وهو صاحب الكتاب المعروف الفهرس. ومع تطور التقنيات في تخزين المعلومات عملت المؤسسات على أرشفة هذه المعلومات إلكترونيا. طبعا كيف يتم تبادل المعلومات بين المؤسسات؟ عن طريق قواعد البيانات. قواعد البيانات تخزن فيها المعلومات وتعالج، طبعا ليس يدويا، حاسوبيا، ومن ثم يتم استبدالها إما عن طريق شبكة الحاسوب أو عن طريق شبكات الإنترنت العادية. طبعا هذا التكامل في المعلومات أمر مهم للشركات. لماذا؟ مثل المؤسسات الأمنية، وكالات الصفاء، المستشفيات، البنوك. وهذا لماذا؟ لأنك تستطيع الحصول على معلومات دقيقة مترابطة متوفرة حين الطلب. وهذا ما يتم بما يسمى الحكومة الإلكترونية أو ما يسمى العلاقة. فتجد أن الحكومة الإلكترونية ترتبط المستشفيات بأجهزة الأمن، بوزارة الداخلية، بالمدارس، فكلها قاعدة واحدة. قواعد البيانات تستخدم في ما هي استخدامات قواعد البيانات؟ في تخزين البيانات، اثنان في معالجة البيانات، ثلاثة في توثيق المعلومات. إذا هذه الثلاث استخدامات هي استخدامات سؤال قواعد البيانات. علل أغلب المؤسسات تحتفظ بنسخ ورقية عند تنفيذ أي معاملة. طبعا لماذا؟ لزيادة درجة الأمن، لأن النسخة الورقية يصعب تزويرها، فهي بسبب سهولة تعرض المواد للسرقة والتلاعب والتزوير. فبالتالي خصوصا الوسائل الإلكترونية، فتبقى الوسائل المرجعية للنسخ الرقمية. إمكانية فقط المعلومات بسرعة، إمكانية فقد المعلومات بسرعة. فبالتالي ممكن يعني في أي عملية مشكلة كهربائية أو مشكلة ممكن أن تفقد كل هذه المعلومات المحفوظة على جهاز الحاسوب، ومن ثم يتم حفظها بنسخ ورقية حتى يسهل الرجوع عليها في حال الحاجة. وسائط حفظ المعلومات على مدار الأخير كانت نوعاً، إما وسائط ورقية وعرفناها في التعريفات السابقة، وسائل الإلكترونات المحوسبة. الورقية ظهرت عند ظهور الورق ومن قبل الصينيين، أول من اخترع الورق الصينيون، بينما المحاسبة ظهرت مع اختراع الحاسوب. اختراع الحاسوب كان في خمسينيات القرن الماضي. لماذا؟ ما أهمية حفظ المعلومات أو ما يسمى الأرشفة؟ الأرشفة أو حفظ المعلومات أنك تستطيع الحفظ على المخزون المعلوماتي للأمم. اثنان إمكانية الرجوع للمعلومات وقت الحاجة. طب هذا بالنسبة للأرشفة، لكن الأرشفة نوعان، إما تقليدية أو محاسبة. ما هي المشاكل الناتجة عن الأرشفة التقليدية؟ الأرشفة التقليدية اللي هي نستخدم بها الورق، زيادة عدد المستندات الورقية. يعني تخيل أنك في دولة وهذه الدولة عندك 100 مليون، ولكل شخص يوجد له ملف، إذا عندك 100 مليون ملف وفي ورق. تخيل كم المكان الذي سيتم تخزينه في هذه الكمية. زيادة الدوائر الحكومية. اثنين صعوبة عمليات حفظ واسترجاع وتداول المستندات. ثلاثة صعوبة إدارتها، كمية كبيرة من المعلومات الورقية، وبالتالي استخراجها المعلومات بسرعة مطلوبة يكون في غاية الصعوبة. الجهد المبذول أثناء عملية البحث، هذا الكلام كله عبارة عن سلبيات من حيث الأرشفة التقليدية، لكن تحله الأرشفة المحوسبة. لذا هنا نعمل مقارنة بين الأرشفة التقليدية والأرشفة المحوسبة. من حيث بالنسبة للأرشفة التقليدية، الحيز المكاني لها تحتاج حيز مكاني صغير، لكن هنا المحوسبة لا تحتاج حيز صغير، يعني كمية
كبيرة من الكتب تحتاج إلى مكتبة عملاقة في فلاش صغير تستطيع أن تخزنها. الوقت والجهد في البحث يحتاج الوقت وجهد كبير، بينما من لا يحتاج الوقت، فقط تكتب الكلمة التي تريد أن تبحث عنها فإنك تجد جميع ما يتعلق بها. استراتيجية البحث تكون هنا صعبة هنا سهلة، عملية التزوير سهلة هنا صعبة، خصوصا في بعض الأنواع. تزامن عدد المستخدمين، لا يوجد تزامن هنا، يعني بمعنى أن الكتاب الذي يستخدمه هذا الشخص فقط هذا الشخص، لكن هنا يستطيع أي أكثر من شخص استخدام نفس المعلومة والدخول على نفس الموقع. إمكانية النسخ الاحتياطية، هنا لا يمكن إمكانية النسخ الاحتياطية، هنا ممكن أن تعمل كوبي على اسطوانات على مختلف الأنواع. مقارنة بين الوسائط الإلكترونية والوسائط المحوسبة. بالنسبة للوسائط الإلكترونية تعريفها تعرفناها سابقا، وهي الأوعية التي تستخدم لحفظ المعلومات وتحتاج إلى أجهزة خاصة لقراءتها، لكن هنا المحوسبة حفظ المعلومات فقط بواسطة الحاسوب. المعلومات المحفوظة يتم تسجيل المعلومات دون أي تعديل عليها، ومن ثم عرضها كما هي. هنا يتم إجراء التعديلات اللازمة على المعلومات لعرضها بالشكل المناسب. وسيلة حفظ المعلومات، إما الأقراص المرنة، الأقراص المدمجة، أشرطة الكاسيت، الفيديو، لكن هنا جهاز الحاسوب. لا، لماذا لجأ الإنسان إلى الأرشفة الإلكترونية والمحاسبة؟ لزيادة كم المعلومات، بسبب أن هناك كم معاملات ضخمة، عدد السكان ينمو، فزادت المستندات الورقية، فبالتالي هذه المعلومات اضطر أنه يريد أن يحفظها بطريقة أفضل. صعوبة التعامل مع الملفات الورقية، لماذا؟ لأن أعدادها هائلة، وبالتالي صعوبة البحث عليها عن المعلومة التي تريدها. تعرض المستندات للتلف والتغير مع الزمن، لماذا؟ لأنها هذه الملفات هي عبارة عن ورق ومواد عضوية، فهذه المواد العضوية مع الوقت تتلف وتتعرض لكثير من عمليات الرطوبة، تغير من لونها وشكلها. صعوبة استرجاع المعلومات والبيانات، لأنك يكون عندك كمية هائلة من المعلومات وبطريقة تختلف بكثير عن طريقة الإلكترونية أو المحوسبة في الاسترجاع. هكذا نكون انهينا هذا الدرس، وهنا سأعرض حل أسئلة هذا الدرس. ما الهدف من الأرشفة المعلومات الإلكترونية؟ حفظ المعلومات والمستندات واسترجاعها. اذكر ثلاثة من فوائد الأرشفة الإلكترونية: لا يحتاج إلى حيز مكان كبير، السرعة في الحصول على المعلومات، استراتيجية البحث، صعوبة عملية التزوير. لماذا يفضل بعض استخدام البي دي اف؟ البي دي اف في التخزين ساعته التخزينية قليلة، صغر الحجم الناتج عند خصوصا عند عملية ضبط الملف الأصلي. صعوبة إحداث تغيير في الملف، يحتفظ بشكل الملف نفسه أيا كان البرنامج المستخدم، لأنه لا يغير على التنسيق. سهولة رفع الملفات على الشبكة لأنه حجمه يكون قليل. هل تعتبر الأرشفة المعلومات أحد مصادر بناء الحكومة الإلكترونية؟ نعم، لأن عملية التبادل المحوسبة أمر سهل بين المؤسسات الحكومية، ويكون دقيق ومترابط حين يتم الطلب. تقوم بعض دور النشر والكتاب باستخدام التقنيات الحديثة، منها رمز الاستجابة اللي هو QR، تجده كثيرا، الباركود والرقمنة، وبهذا وهكذا نكون قد أنهينا حل هذه الأسئلة. صراحة نجد أن كثير من المتابعين لا يضغطوا زر لايك، ولا نعرف السبب. نحن نبذل مجهود في عمل هذه المواد، وعملية ضغط على زر لايك يعمل عندنا أنه يتيح لشركة يوتيوب أن تنشره في أثناء البحث لعدد أكبر. كلما كان عنده زر لايك أكثر هذا الفيديو، فإنه يتم ترشيحه بشكل أكبر. لذا نرجو منكم أن تتفضلوا علينا بالضغط على زر لايك حتى يتم الاستفادة من هذه الفيديوهات ويتم نشرها لأكبر عدد. نرجو أن تنشروها على صفحاتكم الشخصية، على وسائل التواصل الاجتماعي، الصفوف الافتراضية Classroom، حتى تكون هذه المادة بين عدد أكبر من المواد. أي سؤال غير مجاب يرجى أن تكتب لنا في التعليقات، وسأقوم بشرحه في التعليقات. أي شخص وصل لهذه الجزئية من الفيديو يكتب شكرا حتى أعرف عدد الذين وصلوا إلى هذه الجزئية من الفيديو.
وشكرا لمتابعتكم، ونتمنى لكم التفوق والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.